كلها هتلاقي تعبيرات موجودة على الوشوش كلها. طيب دي لقطات ما قبل التمرين، ماذا حدث في المران وبعد المران؟ معنا من الطائف الزميل محمد توفيق موفد قناة الأهلي إلى السعودية. مساء الخير يا محمد، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، وياريت تحطينا في الصورة كاملة بعد انتهاء المران. تحدث يا محمد. مساء الخير استاذ ابراهيم. مساء الخير. بماذا ستصرح في حدود المسموح؟ تحيات لحضرتك باشمهندس عدلي، استاذ ابراهيم، كل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. بالفعل يعني اجواء اكثر من رائعه هنا في مدينه الطائف بالمملكه العربيه السعوديه، صنعها بالفعل النادي الاهلي. يمكن كل الجمهور هنا المصري سعيد جدا، من كل محافظات المملكه موجودين علشان يساندوا جمهور النادي الاهلي، وكمان الجانب السعودي والاشقاء السعوديين حاله من الفرحه الكبيره جدا بحلول النادي الاهلي، ضيف عظيم، ضيف كريم هنا في المملكة العربية السعودية. منذ لحظات انتهى تدريب النادي الأهلي الأخير استعدادا لمباراة الغد أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي 2023. يمكن الفريق خلاص بكل الأمور الفنية أكثر من رائعة، مستر مارسيل كولر واللاعبين استعدوا بشكل أكثر من رائع لهذه المباراة، سواء بدراسة الفريق المنافس أو كمان بالجمل الفنية والخطوات الفنية اللي اتخذت في الملعب على أرض الواقع. وإن شاء الله بكرة يكون التوفيق معاهم، وكل اللي مستر كولر حفظه اللاعبين يكون موفق ويتنفس بكرة، ويكون إن شاء الله سبب في فوز الفريق وحصد بطولة غالية جدا، خاصة في بداية موسم جديد بإذن الله، ويكون اللقب الإفريقي أو السوبر الإفريقي للمرة التاسعة. يمكن كمان الوزير عامر فاروق رئيس بعثة النادي الأهلي موجود معانا على طول خطوة بخطوة، كابتن مصطفى عبده احد اساطير النادي الاهلي وكابتن مصر والنادي الاهلي. يمكن من المفاجات بكره الجميله في المباراه يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم ان كابتن مصطفى عبده واحد لاعبي اتحاد الجزائر القدامى الحاج عدلان هيحملوا كاس البطوله في بدايه المباراه، وهيدخلوا بيها لملعب الملك فهد في مدينه الطائف، وهيحيوا جماهير الفريقين اللي اعتقد نسبه جمهور النادي الاهلي هتعدي 95% بكره باذن الله رب العالمين كعدد جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اجواء اكثر من عظمه حضرتك كابتن محسن صالح كمان يمكن شعبيه طاغيه هنا في المملكه العربيه السعوديه، يعني رئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي، كل الاجواء بتشير باذن الله ان احنا هنشوف مباراه كبيره بكره باذن الله رب العالمين، ويا رب باذن الله كلنا نحتفل بكره ببطوله غاليه جدا وبدايه موسم قويه جدا والبطوله التاسعه من السوبر الافريقي باذن الله رب العالمين. التمرين مشي تمام الحمد لله، ما فيش اصابات ولا حاجه. الحمد لله رب العالمين يا استاذ ابراهيم، بطمنك كل اللاعبين في حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه. كان طبعا مقرر ان احنا نخوض الفقره التدريبيه النهارده او التدريب الاخير على الملعب الرئيسي لمدينه الملك فهد الرياضيه، ولكن طبعا نظر لوجود بروفات لحفل بكره ان شاء الله، حفل المباراه النهائيه او مباراه كاس السوبر الافريقي ما بين الاهلي واتحاد العاصمه، تم يعني تثبيت ملعب التدريب اللي اتدربنا عليه بالامس، الملعب اكثر من رائع كمان ملعب التدريب، فالجهاز الفني النهارده فضل انه يخوض الحصه على نفس ملعب التدريب. كمان فريق اتحاد العاصمه خاض تدريبه على ملعب اخر داخل المدينه الرياضيه للملك فهد في مدينه الطائف. عاوز اقول لحضرتك كمان ان شاء الله بكره هيبقى فيه بعض العروض سواء الليزر او الفاير شو قبل بدايه المباراه، وكمان ما بين الشوطين لامتاع الجماهير. يعني عاوز اقول لحضرتك يا باشمهندس عادلي يا استاذ ابراهيم ان في كرنفال هنا في مدينه الطائف احتفالا واحتفاء بقدوم النادي الاهلي، يمكن الناس كلها كانت حريصه ان المباراه يتم احتضانها في مدينه الطائف نظرا لشعبيته وجماهيريه النادي الاهلي وعظمته بالطبع، وان شاء الله ده يتجلى بشكل كبير جدا في ملعب المباراه بكره، وان شاء الله نحتفظ يعني نحتفظ باللقب ونحتفل باللقب، يبقى لقبنا التاسع باذن الله رب العالمين. درجة حرارة الجو عامل ازاي؟ رطوبة، حر، يعني قول لي اديني فكرة وعن توقع الطقس بكرة برضو. يعني يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم يمكن دي كانت مفاجاه للبعثه كلها ان هذه النقطه ايجابيه للغايه، يمكن درجه الحراره لا تتعدى ال 28 درجه مئويه، بالليل كمان بالجو بقى لطيف جدا بنتكلم في 20 او 21 درجه مئويه، نسبه الرطوبه منخفضه للغايه وفي نسمه هواء جميله. يمكن مدينه الطائف اشتهرت على مدار التاريخ انها مصيف لاهالينا هنا في المملكه العربيه السعوديه نظرا لارتفاعها تقريبا من 2700 ل 3500 متر عن سطح البحر، ده مخلي الجو لطيف جدا هنا في مدينه الطائف. بكره كمان يمكن الجو هيستمر فيها هذا الحال وباذن الله يكون عامل مساعد. كمان يمكن الجهاز الفني النهارده مستر مارسيل كولر وكابتن محمد الشناوي عقب المؤتمر الصحفي يعني تفقدوا ارضيه الملعب وطمنوا على كل التجهيزات، يعني احنا يمكن رجعنا وكمان الوزير عامل فاروق رئيس البعثه نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيتفقد كل التجهيزات في الاستاد وبيطمئن على حاله الاستاد، وطبعا الجهاز الاداري هنا بقياده كابتن سمير عدلي وكل الجهاز وكابتن خالد بيبو كل حاجه معمول حسابها زي عاده النادي الاهلي دائما، كل حاجه معمول حسابها، كل حاجه ماشيه مظبوط، وان شاء الله تكتمل فرحتنا بكره والتتويج للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. باشمهندس عادلي استاذ ابراهيم المنيسي.
المؤتمر الفني النهارده الاهلي هيلعب بالفانيلا الحمراء والشورت الابيض والشراب الاحمر، والاتحاد العاصمه هيلعب بالفانيلا البيضاء والشورت الاسود، مش كده؟ بالفعل. يمكن النهارده كان طبعا المؤتمر او الاجتماع الفني كان صباح اليوم، تم الاتفاق فيه على كافه التفاصيل زي ما ذكرت حضرتك. ان شاء الله النادي الاهلي يحتفظ بزيه التقليدي والرسمي، اتحاد العاصمه هو اللي هيرتدي الزي البديل للابيض في الاسود في الابيض، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله بكره بزيه الرسمي. كمان يمكن في كل الحاجات اتفق عليها وقت يعني وصول الفريقين للمباراه، يمكن بالظبط ملعب المباراه استاذ ابراهيم بيبعد عن فندق الاقامه 25 دقيقه بالظبط ما بين فندق الاقامه وملعب المباراه، طبعا معمول حساب كل حاجه عشان نوصل في الوقت المحدد اللي تم الاتفاق عليه. طبعا جمهور النادي الاهلي كان الشغل الشاغل للبعثه هنا ان يكونوا مطمئنين على كل الحاجات المتعلقه بجمهور النادي الاهلي، مش بس فقط البعثه والفريق الاول، وكمان طبعا المدعوين يمكن عدد كبير جدا. الاتحاد الافريقي دعا رؤساء ال 54 اتحاد افريقي لمباراه الغد، وطبعا ممثلي الاتحاد السعودي وعدد كبير جدا من الشخصيات الرياضيه العربيه، وعلى راسهم طبعا هيبقى رئيس الاتحاد الافريقي موجود في المباراه. احتفاليه كبيره جدا واستعدادات هامه جدا هنا في مملكه الطائف العربيه السعوديه، وباذن الله كمان تكتمل بفوز وتتويج يعني بطل وملك افريقيا النادي الاهلي، وان شاء الله كنا نحتفل بكره مع حضراتكم ومع كل جمهور النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. نظام البطوله او المباراه في حال التعادل في الوقت الاصلي في وقت اضافي وركلات ترجيح، مش كده؟ لا، 90 دقيقة يا أستاذ إبراهيم، 90 دقيقة عقب يعني انتهاء 90 دقيقة هيبقى فيه ركلات ترجيح على طول. يمكن رجعت على طول لائحة البطولة مع كابتن سمير عادل المدير الإداري لفريق النادي الأهلي، قال لي لا على طول 90 دقيقة ومن بعدهم ضربات جزاء. يمكن دي نقطة مهمة جدا، إن لسه مارسيل كولر طبعا الراجل شغال شغله الفني بشكل أكثر من رائع، ولكن طبعا ما غفلش النقطة دي، إنه عارف إن احتمال ولو بسيط إن المباراة تصل لركلات الترجيح. يمكن الفريق تم تمرينه بالأمس واليوم كل اللاعبين بما فيهم الثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، تم تدريب كل الفريق وكل القائمه على ركلات الترجيح بالامس واليوم، وطبعا دوت عشان طبعا كعاده النادي الاهلي ما بيسيبش حاجه للظروف، انت بتعمل اللي عليك بتجتهد وبتسيب التوفيق على ربنا، وان شاء الله التوفيق يكون معانا وباذن الله نحسمها خلال 90 دقيقه باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. الجمهور تذاكر نفذت كامله، والجمهور من انحاء المملكه كله وصل، مش كده؟ بالفعل استاذ ابراهيم باشمهندس عادل، يمكن رقم قياسي هنا في السعوديه لم يحصل من قبل، ان تذاكر المباراه بالكامل نفذت خلال 7 دقائق. يعني انت متخيل حضرتك الناس هنا يعني طبعا عارفين شعبيه النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي، لكن كانت يعني حاجه عامله انبهار للناس كلها هنا، ان تذاكر مباراه ومباراه نهائيه تنزل تخلص في 7 دقائق، ده كان حاجه ما حصلتش قبل كده. كان طبعا اسعار التذاكر الحمد لله في متناول الجميع. كنا قابلنا ناس من جمهور النادي الاهلي كتير هنا النهارده، جايين من الرياض، جايين من جده، جايين من مدن كتير جدا، حتى من الدمام. حضرتك عارف ان دي الاف الكيلومترات يعني، ولكن كله كان حريص انه يحتفل بالنادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي يمكن بقاله فتره كبيره ما زارش المملكه العربيه السعوديه، فان شاء الله بكره يعني بجمهور النادي الاهلي بلاعيبته يبقى كرنفال، وكلنا يعني السعوديه نفسها تحتفل. يمكن حتى الاشقاء السعوديين هنا لما بنتكلم معاهم بيقولوا احنا عايزين باذن الله بكره النادي الاهلي يفوز عشان يكتمل فرحتنا ويكتمل الكرنفال اللي احنا عاملينه واحتفالنا ده كله بالنادي الاهلي ووجوده في مدينه الطائف، يعني ضيف عزيز جدا وغالي جدا على كل السعوديين وشعبيه النادي الاهلي طاغيه. ويمكن ده كاستاذ ابراهيم مهندس عادلي بيخلي كمان الجمهور السعودي بيتكلم معانا في مشاركه النادي الاهلي كمان في كاس العالم للانديه اللي هتكون قريبه جدا مدينه الطائف في مدينه جده باذن الله رب العالمين، بيتكلموا معانا وبعض بقى يعني الدعابات ما بين الاشقاء ان هم مستنيين النادي الاهلي، وباذن الله هيكون في كمان جمهور من المصريين والسعوديين باذن الله خلال كاس العالم للانديه باذن الله. باذن الله يا محمد، كل التوفيق ان شاء الله تعالى للاهلي، وشكرا جزيلا على مداخلتك الثريه، شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق موفد قناة الأهلي إلى الطائف، وأعتقد حطينا في الصورة كاملة بعد انتهاء المران الأخير للأهلي في السعودية والاستعداد الكامل للمباراة. كله يدعي بقى، كل يدعي إن شاء الله تعالى كل التوفيق للأهلي. نطلع على فاصل، وبعد الفاصل كلام مهم.